يا أهلا فيكم من جديد. وصلت إلى مطار كونيا التركي السبت الماضي مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين نسر الأناضول والذي يستمر لمدة 21 يوما بمشاركة عدد من الدول. نتابع هذا التقرير بعد ذلك نعود للنقاش. ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة من القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، يأتي تمرين نسر الأناضول 4/2016 الذي سيتم تنفيذه بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية التركية وبمشاركة عدد من الدول المتقدمة في مجال العمليات الجوية المشتركة الحديثة. ويعد تمرين نسر الأناضول من أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية على مستوى العالم التي تقام في ظروف عمليات عسكرية حقيقية. وتتمتع القوات الجوية السعودية بمهارات قتالية عالية، وتحظى هذه القوات باهتمام بالغ ولافت من خلال التمارين الجوية التي تشارك بها المملكة مع القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والدول الصديقة. الخبراء والمحللون أكدوا أن هذه التمارين التي تجري حاليا بين المملكة وتركيا هي رسائل مهمة للتنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، مفادها أن المملكة وتركيا ودول السلام لن تتردد في استهداف هذه الجماعات في أي مكان. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو اللواء ركن طيار متقاعد عضو مجلس الشورى الاستاذ عبد الله الصعدون، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ سليمان العقيلي. ابدا معك استاذ عبد الله، يعني بدايه كيف تشوف هالتمرين المشترك نسر الأناضول ما بين القوات الجويه الملكيه السعوديه والقوات الجويه التركيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكركم على استضافتي. وطبعا هذا ليس هو اول التمارين اللي تقوم بها القوات الجويه، ولكن في هذا الوقت بالذات وفي تركيا ومع هذه القوات الأخرى في الدول المتقدمة، طبعا الحلف شمال أطلسي أمريكا والدول الأخرى كلها مشتركة في هذا. فهذا طبعا أولا يرفع استعداد القوات الجوية. الأمر الثاني هي رسالة بلا شك، يعني المملكة العربية السعودية بقواتها الجوية الضاربة على أتم الاستعداد، فهي تقلع من هنا وتصل إلى هناك في تركيا وتتزود بالوقود في الجو ثم تقوم بتمرين هو أقرب ما يكون للحقيقة. هذه رسالة واضحة جدا على استعداد القوات الجوية لأي ظرف، لأي ظرف طارئ. جميل. طيب أستاذ سليمان، توقيت هذا التمرين نسر الأناضول كذلك مشاركة المملكة مع تركيا والدول الأخرى المشاركة في هذا التمرين، دلالته في مثل هذا التوقيت؟ نعم، وبالنسبة لتركيا هو أعتقد خامس تمرين منذ 2011، وبالنسبة للمملكة ومشاركة المملكة في هذا التوقيت هو توقيت الجيش التركي أو الحكومة لهذا الوقت مثل ما تفضل سعادة اللواء في رسالة سياسية، وهو يعني يأتي في الواقع يعني ك لاستجابة للتحديات الجيوسياسية في المنطقة التي تواجه تركيا بالدرجة الأولى، لأنه الآن هناك إحاطة بتركيا من قبل الروس ومن قبل الإيرانيين ومن قبل بشار ومن قبل أحزاب الطائفية التابعة لإيران ومدعومة بروسيا، وبالتأكيد في الشرق أرمينيا التي تدور في فلك إيران وروسيا. فهناك ضغط جيوسياسي أو استراتيجي جيوسياسي على تركيا، وهناك مخاطر محدقة بتركيا. في نفس الوقت هناك تحديات جسام تواجه المنطقة وتواجه المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة القائدة والرائدة الآن، والتحديات ماثلة في مصدرين، يعني التقرير أشار إلى الإرهاب
وهو مصدر تهديد حقيقي للجميع، للأتراك وللسعوديين وللمنطقة كلها. نعم. والعالم. والتهديد الثاني هو في الواقع التهديد الإيراني، يعني إيران الآن تعبت في الأمن الإقليمي وأنشبت أظافرها في الأمن الداخلي للدول العربية في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليمن والبحرين ودول الخليج، وعندها استعداد للتوسع وزيادة فاعلية التدخل. والمملكة في الواقع بحكم موقعها الجيوسياسي وبحكم ريادتها سواء في دورها الإسلامي أو دورها القومي العربي، نعم، وبحكم حجمها الجغرافي والسكاني والاقتصادي وتأثيرها السياسي، هي معنية بمواجهة جميل. هذه الأخطار. جميل. طيب أستاذ عبد الله، يعني وأنت طيار سابق، يعني تشرفت بخدمة البلد في هذا المجال، وكنت من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية. السؤال يطرح نفسه، يعني عندما نتحدث عن قواتنا الحمد لله، يعني مدى أهليتها وكفاءتها، يعني شتى أنواعها، أكيد نتحدث عن قوة أسطوننا الجوي وقواتنا الجوية. كيف يمكن يعني نتحدث عن مدى متانة وقوة وكفاءة كذلك الطيار السعودي، يعني وتأهيله الكامل؟ أنا طبعا مضيت في القوات الجوية 35 سنة، ما شاء الله، تدرجت من طالب في كلية الملك فيصل الجوية إلى طيار، مدرس طيار، قائد سرب، مدير إدارة، قائد قاعدة، رئيس هيئة، ثم قائد كلية الملك فيصل الجوية. فأعرف البدايات القوات الجوية كانت صحيحة، هي بدأت من حيث انتهى الآخرون، وبدأت بخبرات عالمية، يعني تشتري الطائرة وتشتري معها خبرات، يعني لا تشتريها فقط، تشتري التدريب وتشتري الـ حتى الثقافة. يعني مثلا احترام الوقت في القوات الجوية تختلف عن أي مكان آخر، نحن لا نقيسه مثلا بدقائق، نقيسه بالثواني. وأيضا رزقت القوات الجوية الحقيقة بدعم غير محدود، خاصة من الأمير السلطان الله يغفر له، يعني كانت صفقات وكان فيه تدريب أكثر خارج المملكة، وكان فيه أيضا قادة متميزين صراحة، وجد قادة متميزون في القوات الجوية عندهم بعد نظر، ولذلك أنا أعتقد أن القوات الجوية يعني كانت محظوظة في بداياتها ثم استمرت. يعني هذا سر تميز الطيار السعودي وحتى يصنف أنه من أفضل الطيارين على مستوى العالم. الحمد لله. أول شيء تعرف الطيران علم، وإذا أردت أن تأخذ العلم يجب أن تأخذه من مصادره، ودائما المملكة تأخذ أفضل الموجود. يعني لو ذهبت مثلا وجدت أفضل الدول اللي تصنع الطائرات هي أمريكا، ومتقدمة على جميع دول العالم، يعني حتى أوروبا بعدها بسنوات، وروسيا بعد أوروبا يمكن بسنوات، فلأن الأبحاث والتطوير في أمريكا متقدم جدا. فالمملكة تعتمد اعتماد شبه كلي على الطائرات الأمريكية والطائرات البريطانية، وهي اللي شاركت في التمارين هذه أمريكية وبريطانية. جميل. احنا مكملين حوارنا، استأذنكم بهذا الفاصل القصير، بعد ذلك نعود ونكمل حوارنا. أستاذ سليمان، يعني هذه المناورات، احنا نتكلم على سبيل المثال قبل أشهر معدودة كان في رعد الشمال، هذا التحالف العسكري اللي جمعته المملكة في شمالها، وكان في حضور كبير لدول إسلامية في هذا التمرين. المملكة تشارك في أكثر من تمرين يدل على جاهزيتها التامة. كيف تشوف كثرة المناورات، تعددها، تنوعها، وكذلك حلفائها؟ نعم، هو في الواقع يعني كثرة المناورات طبعا لها جانب تقني، وهو التدريب والاستعداد والجاهزية العسكرية واللي تحدث عنها سعادة اللواء، وفي جانب سياسي وهو اللي يهمني أنا. المناورات في الواقع قبل أيام رعد الشمال والعام الماضي كان في مناورة وعد عبد الله
وسيف عبد الله قبل سنة ونص تقريبا كذلك مناورات مع القوات الباكستانية وبعدين مناورات مع القوات الباكستانية مع القوات المصرية وعدة مناورات. هذه في الواقع فيها رسالة سياسية عن الاستعداد العسكري والقدرة العسكرية والإرادة السياسية. لماذا العرب الآن ومعهم أشقائهم الأتراك يبرزون قوتهم؟ طبعا الجيش التركي معروف أنه جيش قوي وهو عضو في حلف الأطلسي، ولكن القوات العربية بدأت تهتم الآن أو الدول العربية بدأت تهتم في الجوانب العسكرية. لماذا؟ لأنه هناك في الواقع تقارير سياسية من مراكز البحوث الأمريكية بأنه يعني الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وهو ليس انسحاب كامل وإنما انسحاب الثقل العسكري الذي يقلل الكلفة على الأمريكيين، الانسحاب الأمريكي سيترك فراغ ويقال إن هذا الفراغ لا يملأه إلا الإيرانيون. فالعرب يريدون أن يردوا على هذه المقولة وبقيادة المملكة العربية السعودية وأشقائها أظهروا قدرة سواء في المناورات العسكرية أو في التحالفات المتينة الآن بين العرب أنفسهم وبين العرب وجيرانهم وأشقائهم في العالم الإسلامي لإظهار القدرة على ملء الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، فيما لو أمريكا قررت أن تذهب إلى جنوب شرق آسيا بقضها وقضيضها. جميل. طيب أستاذ عبد الله، خليني أرجع بس لحديث وحوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحدث عن الشق العسكري وأن نريد أن نتحول إلى أن نكون عندنا صناعة عسكرية. قواتنا الجوية قوات متينة وقوية ومهيئة ومدربة. نتحدث عن هالجانب، فيما لو دخلنا في الصناعة العسكرية، يعني احنا الآن من الدول اللي متقدمة في الانفاق العسكري وتنفق بشكل كبير في الانفاق العسكري، وجود وتوطين هذه الصناعة بالتأكيد سيكون له يعني تأثير بشتى النواحي. كيف تقرأ هالتوجه؟ لا شك، لو شفت يمكن قبل حوالي 4 شهور كان فيه معرض الصناعات العسكرية، كان في فرص استثمارية حتى اقتصادية لا يمكن أحد تصوره. المعرض هذا لأول مرة يقام في مركز الرياض للمؤتمرات، وشاركت فيه جهات كثيرة حتى سابك وجهات أخرى، لأن التصنيع العسكري طبعا في عند المصانع موجودة في الخارج عسكرية، لكن أيضا القطاع الخاص يستطيع أن يشارك، وأيضا التوازن الاقتصادي الآن صار التوجه وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين و يعني تأكيد من سمو ولي العهد وزير الدفاع على أساس أن التصنيع يجب أن يكون في المملكة ولو بنسبة يعني يمكن 50% خلال مثلا 5 سنوات. هذه ستوفر مبالغ كبيرة جدا، ستوفر أيدي عاملة وأيضا أمان. يعني لو ذهبنا إلى دول متقدمة أخرى نجدها تشتري الطائرة، لكن كثيرا من الأشياء الموجودة داخل الطيارة تصنع محليا، الحفاظ على أسرارها، السوفت وير، البرمجة، الأشياء الحاجات هذه كلها. فهذا لابد أن يكون، لكن يحتاج إلى أبحاث تطوير، يحتاج إلى يمكن نوصل لصناعة الطائرات. شوف، صناعة الطائرات بحد ذاتها ما أعتقد كطائرة مقاتلة، لأنه تشوف الآن حتى أوروبا تجتمع ثلاث دول حتى تصنع طائرة زي التورنيدو، لكن في جزئيات منها مثل ما ذكرت طائرة بدون طيار عندك مهمة جدا، والآن تصنع في دول كثيرة. عندك مثلا قطع الغيار هذا مهم جدا، ويعني صفقة الطائرات الحالة ما تكلف إلا يمكن 15% من تكلفة اللي هو قطع الغيار والتدريب والأسلحة والأشياء، أشياء كثيرة. فهذه كلها يعني كل ما تستطيع أنك تصنع في داخل بلد توفر وتأمن وظائف وأمان على أساس تعرف يكون الإمداد وتكون شركاتك هي التي تكون معك على الجبهة. وهذا اللي صار مثلا في حرب الخليج، يعني شركات أمريكية جاءت تلقاها موجودة مثلا في حفر الباطن أو في كذا لدعم
القوات الأمريكية. جميل، شكرا جزيلا لكم. احنا وقت انتهينا، لكن نشكركم، اشكركم سعادة اللواء ركن طيار متقاعد عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد الله السعدون، وكذلك الشكر والتقدير للأستاذ سليمان العقيلي المحلل الكاتب السياسي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نعود لكم.